مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيس اوف. احنا النهارده اصلا الفقره بتاعتنا اول فقره اسك فيس اوف، اللي بناخد فيها اسئله وبنتناقش في الاسئله دي ومداخلات وحاجات كتير. انتوا عارفين ان النهارده دي فقره الاسئله، ولكن قبل ما نطلع الهوا تقريبا من ساعه حصل ترند فجر السوشيال ميديا بين مؤيدين ومعارضين، وليه وايه اللي حصل، وناس متفاجئه يعني حصل قلبان، يعني زي ساعة أنجلينا جولي وبراد بيت لما سابوا بعض وخانها واللي حصل الحوارات دي. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هما الاثنين في نفس ذات الثانية نزلوا خبر على السوشيال ميديا إنه هما اتطلقوا، ولكن يعني في صدفة غريبة جدا إنه من 16 ساعة هو كتب لها حبيبتي وهابي بيرثدي وكل سنة وانتي طيبة والحب والغرام. طيب الاثنين نجمين كبار، انا عن نفسي اشتغلت مع ياسمين واكتر من مره اشتغلت معاها وبحبها جدا. هي نجمه شباك صف، هي نجمه شباك تقريبا الاولى في مصر، مفيش غيرها. ما اظنش ان في حد يقدر من الستات ان هو يعمل فيلم سينما ويجيب ايرادات زي ياسمين عبد العزيز. احمد العوضي انسان ناجح وشاطر ونجم وصف اول، والاثنين فظاع ولاقين على بعض جدا، وانا عن نفسي بحب الريليشن دي جدا، بحب العلاقه دي او الجواز ده جدا. ولكن مش حاسين هي صدفه ان هما الاثنين في نفس الدقيقه، وحتى الاخبار اللي نزلت كلها ورا بعض، يعني في حاجه غريبه تخليني دي للاخر. تمام، ولكن ليه اللي حصل الانفجار بتاع السوشيال ميديا ده؟ عشان في حد تنبأ، انا مش عايزه اقول اسمها عشان يعني كلكم هتبقوا عارفين اسمها، ولكن خلاص اقول ليلى عبد اللطيف طلعت وقالت من توقعات بتاعتها يوم راس السنة ان هي تتوقع طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. طيب يجي بعدين بعد 16 يوم يحصل الطلاق، فلا دي كذب المنجمون، ولو صدفوا في ناس يقولك لو صدقوا، لو صدقوا ولو صدفوا هما هي واحدة، ولكن مفيش. يا جماعة انا ايمانكم فين؟ ايمانكم برب العالمين فين؟ هل يعقل ان واحده تطلع تقول ده هيتطلق فيتطلق؟ اكيد ده غلط، واكيد ده كذب، كذب مليون في المئه كذب. امال ايه اللي حصل؟ ما هو واحد من الاثنين، اما الطلاق ده كان من قبل راس السنه وهما ما اعلنوش وهي كانت عارفه ده، عشان هي كل حاجه بتقولها بتبقى قايلين لها تقول ايه، سواء كانت اخبار سياسيه فنيه صحيه مرضيه سواء كورونا والفيروس والحاجات دي، فكل حاجه بتقولها في حد قايل لها تقولها وش. فاول حاجه اما الطلاق ده كان من قبل راس السنه وهي كانت عارفه ده وتاجل لغايه دلوقتي، او هتبقى حركه ياسمين واحمد عاملينها عشان يشوفوا الناس بقى ايه هتشك ردة فعل الناس. فاللي عايزة اقوله انه هي لو كانت حركة هم عاملينها ياسمين واحمد فحركة بايخة بايخة، طبعا الايام اللي جاية هتبين كل حاجة، ولو حقيقة فكذب المنجمون ولو صدقوا او لو صدفوا، لو حصل ان هي حقيقة تمام، او ايمانكم برب العالمين وكفاية كل حاجة. لا ما فلان قال ده في هيحصل انفجار مش عارف ايه. في مقارنات برضو بتحصل على السوشيال ميديا، تدخل بنت تقول لك ايه ده لما ياسمين عبد العزيز تتطلق طب احنا نتجوز ليه، لما احمد العوضي وياسمين عبد العزيز يتطلقوا طب احنا نتجوز ليه، ايه ده، ايه القرف ده. لا حقيقي ايه ده، انا بتفاجئ قد ايه البنات، ايه المقارنات اللي بتحصل دي. لا انت ياسمين عبد العزيز ولا انت احمد العوضي، انتوا مش كده، كفاية مقارنات وكفاية نبر، عشان نبرتوا عليهم كتير قوي. اول ما اتجوزوا يقولك ايه ده في فرق بينهم 10 سنين، ده هي مخلفة وعيالها كبار وهو متجوزش قبل كده، ده انتوا نبرتوا عليهم نبر. الست دخلت المستشفى بعد كام شهر، كفاية نبر وكفاية حسد وكفاية الحاجات دي، يعني ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب يا رب، انا بتمنى تكون اشاعة،
بتمنى تكون اشاعه ويبقى الاثنين الاكونتس بتاعتهم متهكره او تبقى حركه، مع ان انا شايفه ان هي حركه بايخه، بس ولكن انا حابه ان هم يكونوا مع بعض عشان انا بحبهم هما الاثنين مع بعض. تمام، واهدوا كده على السوشيال ميديا، كفايه مقارنات وكفايه قالوا وقالت وعملوا، اصل هما هيتطلقوا. اصل انا فاكره ان هي لما حصل الكلام ده اصلا من الاول ياسمين واحمد نزلوا حاجه بيضحكوا اصلا على كلام مدام استاذه ليلى عبد اللطيف. طيب خلوني دلوقتي اطلع فاصل. احنا نطلع فاصل يا اساتذه ولا اكمل الانترو بتاعي؟ طيب خليني اطلع فاصل وارجع لاسك فيس اوف. ورجعنا تاني من بعد الفاصل، دلوقتي هاخد فقره فيس اوف، اسك فيس اوف سوري. بصوا انا عندي اسئله كتيره قوي، يا رب يا رب اقدر ان انا اخد كام سؤال كده. ثانيه، بنتي في الجامعه وفي واحد زميلها عاوز يتقدم لها، بس احنا مرتاحين ماديا وهم اقل مننا بكتير، عايزه ابعدهم عن بعض بس مش عارفه اعمل ايه، ده ازاي من غير ما اضايق بنتي؟ طيب انا اتمنى ان تكون البنت هي اللي بتتفرج مش بس الام، عشان بصي الام مهما اتكلمت دايما الطفل او البنت يعني بتبقى حاسه ان هي عايزه مصلحه، يعني ما بيبقوش العيال حاسين دايما ان اهالينا عايزين مصلحتنا، بتبقى بس هي شايفه انه هي مش راضيه عنه، هي مش بتحبه، فهي مش عايزاني ابقى معاه. طيب انا رايي، عشان في بنات كتير بيتحطوا في الموقف ده، لو في اختلاف بالمستوى الثقافي، بالمستوى المادي، بالمستوى الاجتماعي، مستوى حتى لو السكن، لو انت ساكنه في كومباوند، بص قد ايه يعني دلوقتي ممكن الناس تقول عليا ان انا تافهه، بس انا مش من جماعه بتاعه الحب ينتصر ده، لا انا لا، انا بشوف ان الفروق دي بتاثر كتير قوي بعد الجواز. يعني لو انت عايشه كومباوند مثلا، شوفوا التفاهه قد ايه انا تافهه، وهو عايش مثلا في حاره، هتحسي بفرق، مش هتعرفي تتاقلمي بعد الجواز، هتقولي لا في ناس قدرت انتوا ما عشتوش معاهم. لو في اختلاف بالطبقات كثقافه، لو انت خريجه جامعه وهو معوش ثانويه عامه، فاشله جواز، فاشل. لو انت دكتوره وهو مش مكمل دراسته او مش ما دخلش جامعه، فاشل، مش هتعرفه. في الاول الحب هيبقى ايه؟ شهر شهرين ثلاثة أربعة سنه، ولما يجي العيل هتعاملوا معاه ازاي؟ دايما هيبقى فيه فرق في الاول، مش هتحسوا. اسألوا الناس اللي جربوا ده قبل كده. وانا من وجهة نظري برضو المادة، ماديا هنا الام بتقول انه الراجل يعني اقل منهم بكتير وهم مرتاحين ماديا. طيب هل البنت دي هتستنى الفلوس اللي هو هيصرفها عليها، ولا هتستنى اهلها يصرفوا عليها وهي متجوزة؟ هل هو هيقبل ده؟ في راجل يقبل ان حد يصرف عليه؟ هو مش هيعرف يعيشها المستوى اللي كانت عايشه فيه، فاما اهلها هيفضلوا يصرفوا عليها او هيتطلقوا بعد كده، ونرجع نعيد الكره تاني. هيتجوزوا عشان بيحبوا بعض قوي، شهر شهرين سنه بالكتير، الحب ده بيتحول لعشره، لموده، احترام، كل حاجه الا الحب. الحب بيفضل بس مبقاش زي الاول. فنيجي في الاخر نعاني، نجيب اطفال معقدين نفسيا بسبب اب وام انانيين قرروا ان هما يتجوزوا بس لمجرد ان هما بيحبوا بعض، وعملوا اكس على كل ما سبق، على كل اللي انا قلته ده. ففكروا كتير قوي قبل ما تعملي ده. لو انت دلوقتي مستريحه وحباه، طولي فتره الخطوبه، وانت هتعرفي ان انت مش هتعرفي تكملي. طولوا فتره الخطوبه عشان تروحي له البيت، تقعدي مع اهله، شوفي هما بيتكلموا ازاي، هما شبهكوا ولا لا. في مثل حلو قوي، بس مثل مش مصري، هو عايزه افتكر هو المصري بيقولوا ايه، هو بياخد من غير ملته بيموت بعلته باينه. خدوا اللي شبهكوا، نفس المستوى بتاعكوا، نفس مستوى الثقه. لو انت محجبه ادخلي على عيله كلها محجبين، لو انت مش محجبه ما تعمليش كده. انتوا فاهميني؟ هتحسي نفسك ان انت منبوذه، مش هتعرفي تتاقلمي بعد كده. اتمنى ان انا يعني حاولت ان انا ايه الخص الموقف كله،
بس عشان ناس كتير بيسألوا الموضوع ده، حتى بيبقى انا عارفة ان بيبقى في حب كبير قوي، بتبقى المراهقة وان احنا عارفينها دي بتاعت الدباديب، مرحلة الدباديب فما بيبقوش حاسين، الاطفال ما بيبقوش حاسين، هم اطفال. هي لو البنت دي كان عندها 30 سنة كانت قدرت تقرر، ولكن كلهم للأسف بيبقوا تحت ال20، فدماغهم بيكون هنا ما فيش دماغ، يكون القلب قاعد مكان الدماغ. فاسمعوا كلام اهاليكوا عشان اهاليكوا عندهم خبرة اكتر منكم. طيب هدخل الموضوع بتاع الحلقة من السؤال ده. معلش احنا النهاردة عايزين نتكلم موضوع مشابه ليه، لما نيجي نتجوز هل نأجل الجواز شهر شهرين ولا سنة ولا سنتين؟ عايزين نعرف الفترة، وهل ده هيبقى حلال او حرام. يعني هل حرام ربنا هيجازينا لو انا اتجوزت وقعدت سنتين ثلاثة بمنع نفسي ان انا اخلف؟ عشان في ناس يقولك حرام، دي هدية من رب العالمين ونعمة من رب العالمين، ازاي انا امنع نفسي عن النعمة دي؟ هيكون معانا مداخلة، لما تبقى المداخلة جاهزة يا اساتذة عرفوني، عقبال ما انا هكمل بعض الاسئلة الموجودة معايا. طيب في سؤال، طب بصوا انا بس عشان هو مكتوب طويل قوي انا هلخص لكم الفكره بتاعته. انه هي بتقول ان انا كنت متجوزه بس كان جوزي بيضربني وبيعمل حاجات وحشه، وبعد كده انا رفعت خلع واتطلقت. هي اتطلقت، رفعت خلع واتطلقت، ولكن دلوقتي هو عايز يرجع تاني، اديه فرصه تانيه ولا لا؟ يعني هي عملت خلع، ده معناه ان هو ما طلقهاش اصلا. من الادب ومن الاحترام ومن الدين ومن الايمان ومن الصدق في الرجوله، ان انت لما تيجي ست تقول لك طلقني، انت يبقى راجل ما عندكش كرامه لو انت ما طلقتهاش مبدئيا، عشان هي مش هتيجي تقول لك طلقني غير لما هيبقى طالع عين ابوها. طيب هو الواضح ان هو ما طلقهاش، فهي رفعت خلع، يعني هي خلعته. بعد ما خلعته دلوقتي عايز يرجع، فهو باين كده هو ما يعرفش حاجة اسمها كرامة مبدئيا. ما علينا، الراجل دلوقتي عايز يلم الدنيا وعايز يرجع، عشان انا قريت ان هما برضو عندهم عيل صغير. انا هقولك نصيحة، وانا مش بتاعت ان انا اخرب بيت حد ولا اشجع حد على الطلاق، ولكن لو كنت انتي اتطلقتي طلاق بأدب واحترام وكان تسريح بإحسان زي ما رب العالمين بيقول لنا، يمكن كنت قلت لك حاولي. ولكن انت عامله خلع، يعني انت تعذبتي لغايه ما حصلتي على حريتك او على طلاقك، فهو جاي دلوقتي عايز يحسن الموضوع او عايز يرجع عشان عندكو عيل. كان فين العيل ده وهو بيضربك؟ كان فين العيل ده وهو بيعلي صوته، هو بيمد ايده؟ كان العيل ايه، نايم؟ نرجع لفكرة الأطفال المعقدة نفسيا اللي بتشوف أهاليها بيعملوا الحوارات دي قدام عينيهم. طيب أنا عندي وجهة نظر إنه أي حد، يمكن أنا متأكدة في ناس دلوقتي كتير هتخالفني بوجهة النظر دي، ولكن أنا من الناس اللي لما بقرر إن أنا عايزة أمشي أنا همشي، مفيش قوة في الدنيا هترجعني. يعني لما أقول أنا عايزة أتطلق وأتطلق، استحالة إن أنا أرجع. عارفين اللي بترجع بعد طلاق دي، بحس زي ما تكون واحده مثلا كلها تراب ودخلت استحمت ورجعت لبست نفس الهدوم اللي كلها تراب تاني، ما استفدتيش حاجه على فكره. لا هو هيتغير ولا هيطلع لك النسخه التانيه منه، ما فيش حاجه هتتغير، هترجعي تعيدي من الاول، وساعتها مش هتعرفي ترجعي تخلعي تاني غير بصعوبه قانونيا. يعني انت هترجعي تعملي خلع مره تانيه وهيطلع. معرفش، انا من وجهة نظري مفيش راجل بيتغير، مفيش حد بيتغير عشان حد، ما تحاولوش تغيروا حد. ان هو يرجع دلوقتي يتغير، لا استحالة، ما بحسش ان هو هيتغير. فانا من وجهة نظري لا لا. طيب خلونا دلوقتي المداخلة جاهزة معايا يا اساتذة. طيب انا كنت بتكلم دلوقتي عن موضوع الحلقة، هل ان احنا نتاخر تاجيل الانجاب هل هو حرام دينيا او لا؟ ده اللي عايزين نعرفه، وهنتناقش بده بعد الفاصل. ولكن احنا معانا دلوقتي مداخله من فضيله الشيخ مصطفى الهلباوي من علماء الازهر. الو،
الو، اهلا ومرحبا يا استاذه ساره. ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟ اهلا ومرحبا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. عايزه اعرف ايه حكم الدين في تاجيل الانجاب، هل ده حلال او حرام؟ عشان في ناس كتير يقول لك دي نعمه من رب العالمين، ازاي انا امنع نفسي من النعمه دي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا عايزين بس يا أستاذ سارة اللي احنا نبسط المسألة للسادة المشاهدين الكرام أولا، ونؤصل للمسألة ثم نرد على سؤال حضرتك. الأصل في الزواج يا أستاذ سارة والسادة المشاهدين الكرام، الأصل في الزواج أن يتزوج المرء ليعف نفسه والمرأة تعف نفسها، والأصل أن ينجب ولدا يوحد الله تبارك وتعالى ويكون سببا في استمرار هذا النسل، ده الأصل في الزواج. طيب إن حدث بعض الأمور التي تستدعي من الزوج أو الزوجة إن هم يتفقا، ونحط 30-40 مليون خط تحت كلمة أن يتفقا هما الاثنين على تأخير الإنجاب لأي سبب من الأسباب. ممكن يكون السبب ضرر ممكن يقع على الزوجة صحيا، ممكن يكون السبب عدم القدرة المالية بالنسبة للزوج، أو عدم القدرة النفسية بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. فإذا كان هناك سبب قوي، واحنا عارفين ان الشريعة الإسلامية يا أستاذة سارة والأستاذة المشاهدين موافقة للفطرة الإنسانية وللعرف الذي يتم التعامل به بين الزوج والزوجة، فلو كان في أسباب قوية تستدعي تأخير الإنجاب، بس برضو عشان السادة المشاهدين لا يختلط عليهم الأمر، في فرق ما بين يا أستاذة سارة ما بين تأخير الإنجاب ومنع الإنجاب، عدم الإنجاب، الفرق ما بين الاثنين. تأخير الإنجاب ده في أسباب استدعت من الزوج والزوجة إن هم يتفق على تأخيره لفترة معينة حتى يتم انتهاء هذه الأسباب. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها. وما صح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنهم كانوا يؤخرون الإنجاب لفترة معينة لأن هذه الفترة يعني لا تناسب الإنجاب. فإحنا الشريعة يا أستاذة سارة سلسة، الشريعة الإسلامية ميسرة، الشريعة الإسلامية سهلة للجميع. فبنقول لمن يريد أن يؤخر الإنجاب، الأصل في الزواج الإنجاب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، والولد نعمة، قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإن كانت هناك أسباب يعني بالاتفاق ما بين الزوج والزوجة للتأخير فليست هناك مشكلة ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. شكرا جدا، شكرا جدا فضيلة الشيخ مصطفى الهلباوي على المداخلة دي، وشكرا لرأي حضرتك. كده احنا خدنا دينيا، شفنا لو حلال او حرام عشان ناس كتير بتسأل في ده، ولكن بعد الفاصل مع ضيوفي الكرام ان شاء الله هنتناقش نشوف الاسباب الاجتماعية والنفسية وحاجات كتير قوي، هل ممكن تستدعي ان احنا نأجل الانجاب او لا؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا تاني من بعد الفاصل عشان مناقشتنا النهارده مهمه جدا، اللي عايزين نعرفه هل لما بنتجوز لازم نخلف على طول، ولا نعدي اول سنه نقعد مع بعض كده ونحب في بعض شويه وناخد على بعض، نتطبع مع بعض، نتخانق مع بعض، نشوف هنتطلق ولا هنكمل مع بعض، وهل اختياراتنا لبعض دي قد المسؤوليه، وهل احنا قد مسؤوليه ان احنا نجيب اطفال وواقفين مع بعض على الارض صلبه ماديا ونفسيا واجتماعيا. النهارده عندي وجهتين نظر معانا ومنورينا النهارده. الضيفه الاولى استاذه هبه مطر، استشاري العلاقات الاسريه، والكاتبه سلمى اياد، منوريني. يا رب يا رب ما نتخانق، يا رب ما نتخانق، يا رب. في ثلاث وجهات نظر هنا في الاستوديو مش اثنين، في تاجيل في مع في ضد خالص. منوريني ومشرفيني. عايزه افهم وجهه نظركم من خلال تجربتكم الشخصيه. هبتدي معاكي سلمى، احكي لي ليه انت هتبداي بيا انا؟ اتفضلي استاذه هبه.
قولي لي من وجهة نظرك ليه انت مع تأجيل الإنجاب؟ تماما تماما. تأجيل الإنجاب يعني لغاية كام سنة؟ ما يبتدوش يفكروا في الموضوع بعد الجواز. يعني أي بنت مقبلة على الجواز دايما بتكون نصيحتي ليها اوعي تبتدي تفكري في الموضوع قبل سنتين، أقل مدة. ليه؟ احنا لسه خارجين من خطوبة وجواز وإرهاق مادي وضغوط وقروض وحاجات لو احنا حتى ميسورين فرضا، نشرب بعض، نعيش مع بعض، نسافر، نتنطط، نروح نفرح، نعرف طباع بعض. الخطوبة مهما طالت طبعا مش هنبقى على طبيعتنا مهما طالت. البني آدم في الخطوبة حاجة وفي الجواز حاجة تانية خالص طبعا. بلس انه عايز اول ما تدخل في الجواز بامبرز، الولد سخن، عايزة مش عارف اجيب له خافض، لا نروح اصلا عندي بيسنن، اصلا بيشد، حتى حاجتي اللي انا لسه جايباها جديد بينتش بيشيل ايه ده؟ فين الحياة؟ فين انا وانت؟ فين يلا نطلع السخنة؟ طيب فين؟ طب معلش انا بس عايزه هرجع لك تاني، هرجع لك. اصل في ناس برضو يقول لك لا اصل انا مثلا هتجوز بعد 30، ده هو السن الانسب للزواج بالنسبه لي. بالظبط لما هتجوز 30 تقول لك انا هجيب كام عيل وهلحق، ده انا هوقف على 40. هو حضرتك دلوقتي سن الجواز اصلا ارتفع. احنا هنرجع له لده. بس عايزه اشوف الاستاذه سلمى المؤيده جدا للإنجاب وبيشدة قلبا وقالبا. يعني سريعة هرجع للنقطة اللي انت اتكلمتي فيها دي، انه السن المظبوط للجواز 30 25. طيب لا 25 30 في جيل بين الاثنين. لا 25 26 27، وانت معاكي 5 سنين العب فيهم براحتك. قبل 30 استحالة فعلا تكون نضجت، يكون البنت قبل 30 ما تبقاش ناضجه، يعني ماشي 28 ما بتبقاش ناضجه لا خالص، وكل حاجه بتتغير. صح، كل حاجه بتبقى لسه. خلاص خلينا نتكلم، انتوا اللي جبتوا نفسكم. يلا قول. انتوا اللي قلتوا من 30. طيب لما انا اجي اتجوز عندي 30 سنه واجل سنتين او 3 سنين، انا هخلف امتى وهتبسط امتى؟ هتخلفي امتى؟ انا وجهه نظري هتخلفي انت لو اتجوزتي حتى 35 تقدري ان انت تتخلي فيه، عشان العلم اتطور والطب اتطور حتى. لا مش بالشكل ده. انا لو هنتكلم عليها من الناحيه الطبيه، لا الوسائل بتبوظ كتير. الوسائل ايه؟ لا وسائل دلوقتي بقى في حاجات كتير تانية. طبعا بقى في تجميد بويضات وفي حاجات احنا داخلين في، وفي ناس مش بتحب تعمل ده. حتى لو ده، لا انا لو اتجوزت بعد 33 34 اجلت سنتين، انا الحق اجيب عيل واثنين. انا اصلا ضد فكره ان انا اجيب اكتر من عيلين. ماشي، انا مثلا ضد واحد، هو واحد حلو واحد او اثنين حلوين. ولكن ايه اللي يخليكي انت سلمى، انا اللي عارف مع انت اكدي لي، انت اتجوزتي 21 سنه؟ لا ما اتجوزتش 21، انا خلفت 21. ده على ماشي معلش ده على اوسع وسعت جوزتي ما تزعليش دلوقتي لا لفت نظري كومنت، سوري لقطع كلامك، بتقول يعني اخلف امتى واتبسط امتى؟ ايوه انت تبسطي يعني اتجوزتي عندك 20 سنه امتى؟ في الخلفه هتبسط يا جماعه. اتبسطتي في الخلفه؟ طبعا. ده انت طياره ما تعرفيش. طبعا. لا والله اتبسطت جدا، والله لا والله احلى حاجه في عمري بجد. بجد اتبسطت اكيد طبعا. انا معايا، بصي انا انت بحر من التناقضات خالص، حرام عليك. ماشي، اتجوزتي عندك كام سنه؟ لا مش هقول. ممكن عشان المشاهدين عايزين. لا مش ما عشان المشاهدين. لو انت صح قولي. 18 21 ايه؟ 18 18 18 اتجوزت اهو، اتجوزت 18 خلفت 21، عاشت اجمل ايام حياتها وطلقت. شكرا. حبيت على ده بحر التناقضات خالص والله، ملهوش علاقه. بصي اختياري للشخص ملهوش علاقه خالص بان انا اخلف او ما اخلفش. طب انا بجد لان يعني انا اللي كنت غلطانه في اختياري من الاول، انا اللي اخترت غلط. طب فرق السن كان بينكم قد ايه؟ فرق السن بيننا كان 8 سنين. هو اكبر منك 8 سنين؟ اه. بس انا اعتقد انه 8 سنين يعني اجابه. أيوة. قصدي حضرتك لا كويسه، كويس هي كويسه. مش بعيده. ولكن لو هنيجي نتكلم في انه عشان الطلاق وعشان نعرف بعض وعشان لا نعرف بعض واحنا طول فتره الخطوبه. الاستاذه قالت انه طول فتره الخطوبه في حاجات. اتخطبت سنتين، سنه ونص. سنه ونص خطوبه. يا انت اتخطبتي عندك 16 سنه؟ عادي. انت متضايقه ليه؟ هي كل بنت
هلبس انت بتضايقي ليه؟ المهم قلت لي 16 سنه شفتي شفتي شو تعرفي ان في ناس بتعرف تشيل المسؤوليه عادي. ايه الفوائد اللي انا هجنيها لما انا اجيب طفل وانا في سن صغير غير ان انا همشي هبقى ماشيه جنبها هيقول ان انا اختها مش مامتها؟ لا مش 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 شرط بس بدري والله انا بعرف كنت تربيهم عايزين يعملوا كده. لا والله لا, 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 لا تعرفي فعلا تعرفي تربيهم تقدري تبقي معاهم خطوه بخطوه. كل ما السن بيتقدم بينا احنا سيبك بقى من العلم تقدم والبوتوكس والمش عارف ايه والحاجات دي كلها احنا جسديا بنبقى تعبانين طبعا مش بنبقى عندنا طبعا. طاقه صدقيني الطاقه بتخلص انا دلوقتي خلاص ما عنديش طاقه انا دلوقتي عندي طاقه اشتغل انجح وبس ما عنديش طاقه لسه هبدا اخلف ولسه هبدا مش عارف ايه. طب ليه ما عنديش طاقه عايزه تخلفي؟ انا عايزه اخلف بس بس خلاص انا عندي عارفه لو ما حصلش انا عندي اتبسطت وفرحت وكبرت معايا انا الموضوع ليه معايا بالعكس تماما مش يعني انا بعد 30 مش ما عنديش بقى ان انا لسه عايزه اشتغل واعمل لا لا عايزة خلاص بتفضي نفسك خلي بتقولي سن النضوج خلاص بقى احنا فاضيين ان أيوة بس اكون عملت اسم عملت كارير عملت اللي انا عايزه اعمله. الواحد يكون مؤهل تماما لان احنا هنجيب روح هنبقى مسؤولين عنها. مين اللي مؤهل الراجل ولا الست؟ الاثنين. لو هي مش مؤهله اتجوزت مين ايه؟ يعني ايه اتجوزت؟ اتجوزت ليه؟ اذا معنى كده ان احنا هنلغي الجواز لحد ما نديهم بطاقه ان هم مؤهلين. لا مش احنا قلنا دلوقتي ان سن النضوج 30 معنى كده ان مفيش حد يتجوز يعني لحد 30 صح؟ طب افرضي قبل 30 هي عندها القدره ان هي تفتح بيت. في بنت عندها 35 ومدلله بالظبط يبقى احنا هنا بقول لك يبقى النقطه هنا مش في الاطفال. انا عندي 33 سنه وغير مؤهله ان انا افتح بيت. ما ده اللي بقوله حضرتك هتفتحي بيت انا ليه دلوقتي احكم على نفسي ان انا اتجوز دلوقتي واخلف دلوقتي؟ انت عارفه ان انت مؤهله. نعم انت قلتي انا مش مؤهله دلوقتي نفسيا غير قادره. طب ولو في حد مؤهل لده؟ لو في حد مؤهل لده احنا دلوقتي ما بقناش زي الاول. دلوقتي البنت عارفه هي عايزه ايه قادره تحدد وتقرر هي قادره تفتح بيت ولا تبقى لا. عايزه عارفه عايزه تعمل ايه بعد السن مش بسنك سلمى انت اتجوزتي سيبك من النقطه بتاعتي اتجوزت صغيره انا بتكلم من دلوقتي انا بكلمكم من هنا اهو في كتير جدا انا بكلمكم انا بكلمكم من النهارده ايوه لا سيبك من انا اتجوزت قد ايه مع ان انا لما اتجوزت برضو صغيره كنت قادره ان انا افتح بيت وكنت قد مسؤوليه البيت ده طيب بس انت كنت قد مسؤوليته انا كنت قد مسؤوليته لكن الطرف الاخر هو ما كانش قد مسؤوليته لكن انا للاخر لا هنا برضو انا هنا للاخر كنت قد المسؤوليه ده يا استاذه هبه اتفضلي دلوقتي انا والله انا مع سلمى انا دلوقتي بحاول احنا مش بنتخانق احنا دلوقتي بنتناقش لما هو الطرف الاخر هو غير مسؤول ان هو يربي ازاي البنت معاه مش معاكي لا ثانيه واحده بقى عشان خلينا احنا كده دخلنا في قصه تانية بصي اسمعي طفله دلوقتي طفلتك اللي انت خلفتيها في سن صغير وانت فرحانه جدا ان انت خلفتيها صح البنت كانت معايا موجوده لحد ما انفصل وموجوده عادي انتوا ساعه الانفصال هو البنت معايا طب ازاي وهي هو راجل غير مسؤول لا هو راجل غير مسؤول في علاقته الزوجيه ما يقدرش يفتح بيت ما يعني يقدرش يكون زوج ولكن مسؤول ايوه بالظبط هو كزوج غير مسؤول ده قصدها يعني هو يعني كزوج ولا هو علاقته معايا وعلاقته بالبيت جزء وعلاقته ببنته حاجه تانية خالص دي حاجه ودي حاجه هو كان شخص غير مسؤول فبالتالي حصل الانفصال بس مش ده برضو موضوعنا غير مسؤول ماديا لا غير مسؤول وغير يعني انت دلوقتي بتقولي انا مش قادره ان انا افتح بيت نفسيا او ان انا مش هقدر اكون طب برضو ده بيأثر على الانجاب وبيأثر على الطفل وبيأثر على كل بيأثر على الطفل الانفصال هقول لك انا معاكي في النقطه دي ده بيأثر على الاطفال ولكن احنا نقطتنا هنا ايه احنا اتجوزنا واخترنا ناس كويسه طب لو انت لو استنيتي يا سلمى لو وقولي لي الصراحه مش لو كنت استنيت اكيد كان هيفرق كان هيحصل انفصال من غير طفله بالظبط كده اكيد كان هيفرق يبقى لكن انت بتكلميني في الماضي انا بكلمك النهارده لسه انا دلوقتي لما اطلع اقول للناس انا بشجعكم على السرعه في الانجاب اول ما تتجوزي خلفي لازم ابقى انا تجربتي فظيعه واو سوبر مام عشان اقنعك واقول لك مش هبقى انا ندمانه لا انا مش ندمانه اكيد ندمانه خالص لا مش ندمانه, مش ندمانة. لا مش ندمانه خالص خلينا بس عشان ما نصدرش جزء لا لو انت بصي انا استنيتي سنتين لو كنت لا على فكره الطفله جايه يعني انا 18 والطفله جايه بعد وقت الطفله ما جاتش مخلفه 21
3 سنين يعني في فرق فترة قد ايه؟ في فرق كبير 3 سنين على ما خلفت. اه قبل ما خلفت في فرق ثانية بس في هنا جاب انا مش فاهماها. هقول لك انت اتجوزت 18 وخلفت 21 طلقتي امتى؟ بعد سنة ونص. يبقى لو استنيتي كمان سنة ونص يعني كنت استنى كل ده 5 سنين ما خلفش. ايوه عشان انت تبقي قادرة عقل اكتر. هل ما كانش في يا سلمى بوادر؟ لا ما كانش. طيب. كان في ما هو ده اللي انا بتكلم فيه بوادر لعدم التوازن العلاقه بالظبط هو الاختيار قبل الخلفه بالظبط هو الاختيار من خلال الخطوبه عشان كده انا بتكلم بقول الاختيار هو الاختيار يعني انت كان باين معاكي انا حاسه ان انت عارفه فيا كده ليه ما انا مستغربه انت حقيقي كان باين معاكي ان انت الراجل ده انت مش هتعرفي تكملي معاه وانت كملتي؟ لا لا ما كانش باين ان انا مش عارفه اكمل معاه هو كان باين مواقف بس في بوابات في حاجات بقى في حاجات مش حلوه في طيب. حاجات مش لطيفه ايه خلاكي تعدي ده؟ المسؤوليه بقى هي دي اللي انا بكلمك بجد في بنات بتتفرج يا جماعه ممكن يبقى يحصل معاها حاجات زي دي لا انا دلوقتي ما انا عشان كده بقول لك انا ما بكلمكيش من اللي فات انا بكلمك من النهارده النهارده انا اركز اختياري تمام انا احطه تحت ضغط ومواقف اعرف لما بيتنرفز بيبقى ايه رد فعله اعرف لما بيحصل اي موقف هو بخيل ولا لا لان البخيل اصلا في فلوسه بخيل في مشاعره احط كل ده بقى قدامي ووقتها اختار طيب فانا بكلمك من دلوقتي هقول لحضرتك طيب اللي بتحط الاختبارات دي كلها يا سلمى وتيجي بعد الجواز تكتشف انه مدمن لا ايه ده هي ما عرفتش ان هو مدمن قبل الجواز ليه لا مش بيبان الخطوبه ما بتبانش لا ويت اسمحي لي لا هنا اوكي اجل عرفت بعد الجواز انه متعدد العلاقات وبشراهة اجل ما عنديش مشكله برضه تعملي ايه اجل بعد أجل ايه بقى انا يعني فاهمه انا هتاجلي ولا هتلغي ولا هتطلقي لا هاجل يعني انا لو انت مؤيده اوكي انا مؤيده بعد الجواز ادمانه لو انت مؤيده واكتشفتي بعد الجواز بصي يا هبه هقول لك على حاجه انا لا انا مؤيده في نقاط معينه انا دلوقتي ده كان اختياري وطول الفتره اللي احنا تعرفنا على بعض فيها كان انسان محترم جدا واهله ناس محترمين وحد ابن اصول وكويس وكل الاختبارات اتحطينا فيها وخلاص بقينا اتنين مهيئين تماما احنا نكون شركاء حياه ليه ااجل خلفه لانه يا حبيبتي في حاجات ما بتبانش الا مع العشره ممكن العشره هو في عشره اكتر من كده لو انا زي ما كنت بتقولي انا بعد الجواز حقيقي في في انسان متعدد العلاقات في حد على فكره ممكن يبقى مدمن متعافي ومدمن متعافي وبعد ما يتجوز يرجع تاني وعفوا كمان في حد بيكون عنده حالات نفسيه او مرض ما صح مش ده ما بيبانش في الخطوبه خالص. لا مش بيبان هعمل ايه ولا اي حاجه أمشي. خلاص انا 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 مؤيده وبشده لازم اعيش سنتين ثلاثه مينيمم على ما اشوف البني ادم اللي انا اخترته طيب الدنيا سويه ولا لا طيب. اكتشفت ده بعد الجواز على طول فورا انفصل طيب. انا عرفت حاجات عن سلمى عايزه اعرف من تجربتك الشخصيه برضو عشان انا عارفه ان في عندك حاجه حلوه في تجربتك الحمد لله الحمد لله عايز ايه ليه بتنصحينا ان احنا ناجل لانه طبيعي لو ما كنتش مثلا او يعني لو ما كنتش انا اصطدمت بحاجات معينه مريت بيها لا انا ما كنتش في التالي هنصح البنات ان هم ياجلوا الانجاب بعد زي الجواز زي ايه حصل ايه معاكي زي حاجات كتير زي ان انا شفت ان انا رغم ان انا مثلا خلفت الاولاني بعد مثلا سنتين او سنه وشويه الا انه انا حسيت ان انا لا ما عملتش نفسي كويس في الاول كان عندك كام سنه ساعتها كان عندي حوالي 26 اوكي ما عملتش نفسي انتوا العكس العكس يعني اللي خلفت على طول ما بتنصحش واللي ما خلفتش على طول بتنصح طبعا طبعا فما زي فاللي هو لا انا ما عشتش كويس ما اتبسطتش كويس ما اتهنتش كويس لان دي احلى فتره في حياه الانثى ما عشتهاش ما استمتعتش بيها رغم ان في فرق سن بين الاول والتاني 6 سنين بس ما استمتعتش لا ما كانش في ورغم ان كان عندي كل وسائل الحمد لله ان اني ومامتي الله يرحمها كانت موجوده وحاجات كتير جدا متوفره تسهل لي ان انا اربي الولد ده كويس والدنيا تبقى لطيفه بس برضو لا بلس ان الجيل دلوقتي اختلف عن الجيل اللي احنا كمان كنا فيه دلوقتي الراجل مليون مره بقولها ما بيكتفيش بامراه واحده لو واخد ايه علاقه الاولاد بان هو بيكتفيش بامراه لا طبعا أيوة انت عندك بيبي تاني غير البيبي اللي انت هتجيبيه ازاي انت تقبلي ان انت تتخاني وتفضلي قاعده معاه في نفس البيت الراجل ده بيبي تاني ايه
تقبلي ان انت تتخاني جوزك يخون. لا، الخيانه شيء، وهي بتتكلم عن تعدد العلاقات طبعا، يعني علاقات ولا زوجات؟ بس علاقات ولا زوجات؟ كل علاقات وزوجات تتقلب لزوجات. ما تتقلب لزوجات. ما انا اوكي، انت عندك الراجل ده بيبي تاني، ما انت زي ما هدادي ده عايزه الدادي ده، زي ما هتشوفي طلبات ده عايزه تتفرغي ده، زي ما عايزه تقضي مع ده وقت، ده محتاج منك وقت. كانك عندك. طب حضرته متعدد الزوجات وعنده زوجه تانية، هو انا ليه افضل قاعده لوحدي؟ طب ما انا يكون عندي برضو بيبي ويكون معايا وياخد من وقتي وياخد من اهتمامي. اه، يقبل الخيانه وخلاص. لا مش خيانه. امال ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الزواج. زواج يعني مش اتجوز، يعني قصدها انه بدل ما دلوقتي اتجوز، يعني انت تقبلي انت تتجوزي حد متجوز قبليكي او يتجوز بعدي؟ او يتجوز مش، مش الفكره، مش لا انت حاله خاصه. هو انا مش ضد الزواج التاني على فكره. لا احنا مش ضد الزواج التاني خالص. لا انا مش ضد الزواج التاني، يعني يتجوز عليكي عادي. يتجوز اه عادي، ما فيش مشكله. إيه هو اتجوز، انا اعمل ايه؟ افضل قاعده من غير عيال عشان هو اتجوز؟ في حاجات بتحتم على الست انها تتقبل ده في مجتمعنا. تمام، افضل بقى انا من غير اولاد عشان هو اتجوز حضرتك؟ انا كده هي هتتعصب. لا اصل بصي، لما هو يبقى حد متعدد العلاقات زي ما انت قلتي، دي حاجه، دي خيانه. هيحصل ايه؟ دي حاجه. في ستات حتى لو اتجوز عليها مره تانية، منهم انا ما بقبلش، فهيحصل ايه؟ هنتطلق، فالولد هيتشرد من بالزبط. الاخر فاهمه؟ بالظبط. ايوه ايوه ايوه، فده غلط برضه من الاساس. لما في حالات بتجيلي الزوج اللي بيبقى لسه متجوزه بقى لها 3 شهور، اكتشفت ان هو عرف عليا بعد الجواز، بعد الهاني مون. لا ده مع السلامه. طيب معلش، ده مع السلامه. انا عايزه اساله لك وجاوبيني بمنتهى الصراحه. طبعا. لو سمحتي كاستشاري علاقات اسريه، فدي. هل واجهك مره ان في بنت جات لك وقالت لك انا مش عارفه لو انا عايزه اخلف ولا لا، وحسيت ان هي مضطربه، قلت لها انت ما ينفعش ان انت تخلفي؟ اه حصلت. ما ينفعش تخلفي خالص؟ في بتقول لك انا على فكره، دي مش حاله بقى جات لي، دي كانت حد بالنسبه لي يعني هقول لك حد قريب مني. عارفه ليه بقول كده؟ عشان في بنات كتير قوي بيتجوزوا وهما سامعين دلوقتي وشايفيني، بيتجوزوا لمجرد ان هما يجيبوا طفل واتطلق بعد كده. بالظبط كده. طيب. بصي حضرتك، وفي بنات كتير مش عايزه تخلف يا جماعه، مش كل ست قالت لي، اي حد قريب مني جدا قالت لي دايركت كده، انا شايفه ان انا لا اصلح ان انا اكون ام. لا بس انا مش هقول لك حاجه، في ناس يعني كتير كده. بالنسبه للحاله اللي انت قلتي عليها دي، ان هي تتجوز بس عشان تخلف وتتطلق، دي غير سويه اصلا، دي غير سويه. طبعا انا ضد ده، ان هي تكون ام اساسا. انا ضد ده. طب انا هقول لك على حاجه، على فكره في الحالات دي موجوده برضه. ما هي موجوده اوكي، لان بس احنا عندنا من زمان الزمان لما كان الافلام الابيض واسود يكتبوا على كلمه النهايه، او بيجيبوا العريس والعروسه لابسين الفستان والبدله والنهايه، فالنهايه اللي هو ايه؟ اتجوزوا. فبالنسبه للبنت طلعت في اللي هو ايه، خلاص الجواز نهايه الحب، اخلف خلاص كده انا قمت بدوري في الحياه. ما هو ايه اللي بيخلي الراجل يطلع بره؟ هي اتجوزت خلفت زي الفل، انت دورك انتهى بالنسبه لي. دي حاجات استثناءات. مش استثناءات. لا والله، والله العظيم استثناءات كتير في جدا. ما هو ما هي دي هنتكلم فيها، دي قله مسؤوليه. أنا دي عدم اتزان. عايزه اوضح فكره عشان بس برضو سلمى ما تزعلش مني. لا انا مش زعلانه ضدك خالص والله. انا مش زعلانه. في ناس عندها المتعه ان هي بجد هي تتجوز وهي صغيره وتخلف وهي صغيره، عشان بتشوف ان هم هيبقوا قريبين لبعض، نكبر مع بعض. ايوه، في ناس ودي مش حاجه كدا. وحشه على دي فكرة. حاجه مش وحشه خالص، دي حاجه حلوه. وكمان اقدر اولويها. ولو انت كست يعني عندك القدره والمسؤوليه ان انت تعملي ده، اعمليه. اوكي جو، بس تكوني انت مهيئه نفسيا. ولو انت حقيقي شايفه ان انت غير مهيئه نفسيا ماديا اجتماعيا ومتجوزه، ولقيتي حماتك بتقول لك ايه، مفيش حاجه في السكه، ولا لا يا طنطي يا حبيبتي مفيش حاجه في السكه، ربنا يكرمك. ايه السكه مقفوله دلوقتي؟ اه ما تعملوش كده وانتوا غير مؤهلين ماديا اجتماعيا ثقافيا دينيا، كونوا مثقفين عشان تعرفوا برضو. على فكره الدين نفسه اجاز. طبعا انا دلوقتي كان معانا فضيله الشيخ واتكلمنا مطولا يعني بحوار حلال او حرام. تمام. فعايزه اشكركم جدا جدا، شكرا نورتوني جدا. وجهتين نظر مختلفين، ولكن الاثنين محترم يحترموا جدا، عشان تجربتين في الاخر احنا شايفين اطفال، ربنا يخليهم لكم يا رب، يملوا العين ويكبروا الراس يا رب يا رب، ربنا يحفظهم لكم يا رب. نورتوني وشرفتوني. للاسف الوقت جري بسرعه مني. حلقه فيس اوف خلصت للنهارده، ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده. باي باي.